نزور صيف. كذا كيف حالك؟ الله يسلمك. وش الاسم؟ الله يطول عمرك. حسن. ابو حسن. إيه عرفت حسن، بس انت وش اسمك؟ اسمي سلام. سلام. ايوه سلام. سلام حسن. منين؟ من السودان. الله يحفظك. والله كردفان. من كردفان. ونعم نعم الرجال. كيف السودان الحين؟ الوقت هذا اخضر ولا السودان؟ ايه ولا هو خريف؟ لا لا الحين برد. برد براد عندكم؟ ما شاء الله. هذه منطقة كردفان براد ولا السودان كله؟ لا بس كل السودان. كل السودان. طيب انت راعي البلة هذه؟ نعم. ما شاء الله. البلة هذه من هي بلة؟ هذه حميد. حميد مين؟ حميد ابو فارس. من هالمنطقة؟ من هذا المنطقة. وش اسم قبيلته حميد؟ حميد سينا. انا يا دوب جيت من السودان. يا دوب جيت. طيب البلة هذه، هذه بلة كلها كم عددها؟ والله 30. كلها حراير اصايل؟ لا اصايل مره. اصايل ما شاء الله. فيها لبل وايد هنا؟ فيها ايوه. المطر هذا متى جاي؟ المطر والله الجمعه الفائته كان في المطر. والربيع هذا متى طالع؟ ربيع ما شاء الله. ما شاء الله. شباع البل؟ زين شباع. بس قرب الميكروفون عندك تكفى. انت مره. قرب عندك الميكروفون. شباع البل؟ شباع والله مره. تعطون علف ولا ما تعطون؟ والله بس حاجه كده. حاجه بسيطه عشان تولف. الحمد لله شباع. بسألك يا ابو حسن، البل هذه فيها حليب؟ فيها خلفات عندكم؟ عندنا خلفه واحده بس. فيها حليب بوجه عام ولا حليب عشوائي؟ الحمد لله حليب واجد ما شاء الله. وايد صدق؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب عمك وين هو؟ فيه في الديره ولا في والله في ولا لكم عزبه؟ الحين بكون في العزبه. ايوه هو اصلا في. طيب احنا جايين نبي نشوف الربيع ونصور الربيع وعندنا طبعا تغطيه اعلاميه لهالربيع وهالبل والناس اللي في راس الخيمه. نعم. والله شابينها وتعال تقهوا معنا عشان نسولف انا وياك ناخذ علومك كلها يا ابو حسن. اعطاك الله العافيه. نسمي النبات اللي عندكم ونشوف اهل الشاعر راس الخيمه هل مرات بوجه عام؟ لا ما شاء الله. جيناكم ابو حسن يا ابو علي. السلام عليكم. طيب ابو علي انا بس ودي اتحدث المنطقه هذه، انا شفت النبات اللي فيها الفنون والحربث والحوة والسعدان والربلة والغريرة، هذه كلها تمت فينا يعني. أنت دائما تجي في الربيع هذا وتشوف النباتات ذي ولا أول مرة تلقاها؟ لا أنا أشوف هذه الأشياء بعضها أشوفها الآن. بالنسبة لهذه توجد عندنا هذه كلها ما شاء الله. هذه نبات وسمي. هذا نبات الوسمي نبات ربيعي بوجه. لا لا وسمي. وسمي كل وقت يجي له نبات. سبحان الله. هذا عندك الان عندنا هناك اي اذا جاء وقت القرحان ما تحصل الزهر فيه، اذا وقت الزهر ما تحصل القرحان فيه. تعرف القرحان؟ القرحان ما اعرف. القرحان اللي مرينا عليه قبيل، اول ما مرينا عليه ووقفنا هتاك منطقه قرحان. قرحان الغريره. الغريره اللي تقولها غريره الاول راس. اي هذه الغريره هذه. ايوه هذه غريرة. هذا كان نقول هاجر. طيب الجبال تحدثني عن الجبال يا ابو. هذه الجبال كلها تبع راس الخيمه كلها وتبع الفجيره. الفجيره ورا الجبال هذه. الفجيره ورا الجبال هذه. اي نعم. ما شاء الله. اي نعم. وش ما هي بعيد. اي وش والفجيره محاده عمان خلاص. القبائل اللي ساكنين في المنطقه دي وش هم؟ هذول سلمك الله القبائل اللي هنا كلها قبائل بالنسبه للمنطقه اللي احنا فيها كلها هذه منطقه الخواطر. خواطر. نعم. هذه بيت خواطر. نعم. هنا رجال كبروا. نعم. يستاهلون. وبكل الاخلاق العاليه. يستاهلون. نعم. راس الخيمه فيها جميع القبائل. جميع القبائل. جميع القبائل. والجبال. فيها الشروط وفيها اللي انا احاول بقيت اتصل مع واحد يكون دليل منطقه الشروط لاني ما اتوفق جميع. لكن ما هم مشكله ممكن نرتب الامور ونشوف ان نبحث على واحد ادخل الارض الدليل صحيح بيش. نعم النسابه. النسابه وش جميلها؟ جميلها خليلها. خليل ابو حسين دوري الجمال جميلها. لا انت لا انت ابو حسن يا مرحبا ومسهلا. انت جيت تدله جبله يقول مقيالنا في طلحت مفيها دون يقول ابن سرور يقول جينا حفيته ولا لقيناش على اللون
من فوق شهبة انتقل بنا البعيد ذيك الطوال اللي ورا حط طحنون يا ماضها من عنزري من فريدي قم سو فنجانا ترى الشاي لبتون والمشريعة والهوى مستهيدي مقيانا في طلح تنفي هادون نوب سموم ونوب برد جليدي ياسوى حياة اللي سوات التليفون من خلقته عند الأوادم بريدي مع البلد يميت القلب مغبون اضرب تخاتي خلف لا تستفيدي ابطش ديار القوم والرزق مضمون تصيدك الاقدار ولا تصيدي واحذر تخاف الا الذي كون الكون رب السماء محي العظام الحميدي. حميدي والله صحيح من الشاعر بندر بن سرور الله يرحمه. يا والله الساحل مبروك ام هذا الحين تصلح الدل ويصلح الحليب ويصلح التيز المغبار. اي والله ها الله الله هو اخوان شمه بس بعد ساعه وصل ساعه الله يحييهم وكل بالشحم تسلم يا ابو عريبه تعريبه طال عمرك الان الرحله الان الرحله صح الان يقبل يوم هي الدنيا خضراء ها يا الله موجوده حي الشوم لهيب هديه ولا زنده لهيب هديه لهيب هديه ولا زنده ولا تشن الرديف لا والزور مثل القرش بين متونها وصل حرائر حرائر الحرائر اللي احنا عند المجاهيم هذه ما نركبها هي ما نركبها صح بس احد لك حليب بس لكن دول عطايا الله فلا شديت الذلول الزينه هل قد ركبتها يا ابو سنين عديده على الهجن اي والله والله العظيم اني ركبت الهجن من مرخة لما وصلت وادي حبيبي كم كيلو الحين؟ يعني في حدود 300-400 ما شاء الله في أربعة ثلاثة أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام نعم أيام أيام كانت أيام صحيح وما خلنا الهي الحين تعرف ما كان أنا للبل ما كان أنا للبل صحيح وكنا رد عليها ونسوي القرب تعرف القرب حق الله ها ما كان في قرب من الحين أقول روح الحمل من مسافات بعيدة والقطر إلى الرملة ولا إلى جو الكديف ذاك اللي انت جيته وأهلنا فيه والحط الزوامل الزوامل إيش الزوامل الزوامل اللي تحمل الماء نعم شوف كيف هو استقبلوهم يكون الولاء الولاء عاد عندنا كان بقرب حق العلود تعرف العلود إيه يسوونها هذه ما تتفجر ولو تطيح من ظهر الجبل ما انفضت قوية قوية تأخذ سنين عديدة ما شاء الله ايه كم يشل الجمل منها الوحدة؟ يشل أربعة 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 يشل اثنين كبار واثنين تحتين صغار يا نعم. شيخ ولا اثنين كبار وعول وبس والراكب يركب فوق والركاب فلا روحت تبقى تضوي المصاريف من حضرموت ولا من اليمن صنعاء ولا من دمار ولا انت جيت تركب نبل هاك سلمك الله من هاتاك من ذاك الموقع اللي انت جيت فيه تروح الركابين الى حضرموت من 30 و40 قرقري قرقري يعني بعيد نعم اي نعم وهلها ويتعبوها في الطريق ولا قدهم مسرين حطوا الخطام على الاولها من هنا البعير الزين وناموا فوق وشرى مع دربه ما يخل في الطريق ابدا سبحان الله العظيم شوف على نعمه حتى للموش مسخره الله لهلا ايه مسخره ونحن عشنا عيشه طيبه يقولون الزين والشين اليوم الحمد لله تحركنا من ابو ظبي والان براس الخيمه ساعتين زمان على ذا المبروك الله يبارك في راعيه وفيك وياك والان جيتوا وهذه اسعد رحله انكم تجون والارض خضراء تشوفون كل شيء الله يبارك والليله بس شبت الضوء بسويها هنا بشوف هنا ذاك بشوف المكان قبل ما قبل الليل ايه لازم احدد الموقع انا وشوفه وحدده واقول لكم هذا الممشى ان في هواء في هواء في الليل يا ما في هواء ما في هواء يسوي ها هواء بسيط اذا في هواء شي برد برد يعني خفيف لو في هواء ولا حاجه لا بدرى ايه والدرجه دي معنا انتكم جاهزين كل شيء جاهز والله يا ولا ونجيب السوالف اللي معانا كلها بالتفصيل
والله انت يا ولد ما بخلي. هذا الشباب الصغار الشباب الشباب يذن مشبب يذن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله عندك لما حطيته هنا يا ابو عيد مو جاكر هنا الا بجيبه عياله الشيخ سيد بن سود القادري دائما هو من الناس اللي يهتم في العزب ويهتم في الرحلات ويهتم باعا طويلا في المراجل والأم الطيبة وهذا لأولاده وأولاد أخوانه بيض الله وجههم دائما يكرموننا ودائما إنا وغيرنا الله أكبر انزل